خوتنا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ملقاكم. مرحبا بكم على صفحة لافير إيموبيلي عند خوكم عبد الحق. اليوم رانا في الدار البيضاء إكزاكتومو في شارع كومينال، شارع طري طري بون كالم، بلاصة شابة شيك. فيلا تاع اليوم فيها 216 متر مربع ديسيزيون زائد رخصة بناء. نقدم لكم فيلا لافير ار بليس 3 بليس لا بيوندري على جانب طريق السيار دار البيضاء بن عكنون. فيها زوج كراجات سانيتير اكرمكم الله، فيها جاردة بتي جاردة دايرة على الفيلا على شكل حرف ال، يعني الفيلا تاعنا تاع اليوم مهوية من ثلاث جهات. الله يبارك. نروحوا البورتاي تاع لونطري ونطلعوا مع الدروج ونروحوا نشوفوا بروميير ايطاج اللي هي صراحة عجبني بزاف. فيه غرون صالون مخدوم بلي نورم طري طري بون فيني. فيه دوش تواليت. نروحو نشوفو كيفاش مخدوم كيف كيف. كاين بانو بلازما هذا مخدوم بالحجرة. نروحو الكونطوال تاع الكويزين اوكيبي، يعني طاج مخدوم هذا للضياف اللي عنده وليمات، يعني عندك وليمه بلا ما تروح للصال ديفات تكري. انا جي لاشو ديار راح تمونط ان شاء الله. دوكا نطلعوا للطابق الثاني. خوتنا هنا كان بروغرام تاع لاسانسور يطلع من بلوري تشوسي يطلع لتروازيام ايطاج. ندخل للطابق الثاني اللي فيه صالون مفتوح على كامل الطاج ما شاء الله، مخدوم بلي نورم كيف كيف، يعني راح يدي الفيلا هذه ما شاء الله. وكاينه سوربريز في الفيديو هذه خليوها مع الاخر. ندخل الحمام ولا الدوش سميه كيما تحب، اللي مخدوم هو كيف كيف بلي نورم مخدوم بلا ماتيير كومبلي تاع ليترونجي كان كامل لوكال سانيتير كرمك الله. فيها دو شومبر بلوس لا شومبر تاع لي بارون اللي راح نخليوها للجماعه اللي راح تجي تشوف، هذه خليناها لكم سوربريز. نروحوا لدوكا لا كويزين اللي فيها صالا مونجي كويزين اوكيبي اللي صراحة مخدومة بإتقان، خليكم تشوفوها. يعني حاجة تجيب الراحة النفسية سبحان الله العظيم. نطلعوا التروازيام ايطاج اللي هو سيمي فيني ونطلعوا ديريكتومو لاتيراس. لاتيراس تاعنا مخدوم خدمة شابة، يعني ما كانش القطرة ما كاين والو، دار جديدة. خليكم تشوفوا الفيلا تاعنا شحال بعيدة على لوطورود، يعني أقل من 30 ثانية راك في لوطورود دار البيضاء بن عكنون. ملاحظة صغيرة، الناس اللي حابة تدير بيبليسيتي ما عليك إلا تواصل معنا في الخاص وراح نتهلاو فيك. السلام عليكم، شكرا، بارك الله فيك.